في بدايه كوفيد ديجنا في كورونا نتذكروا انه الجزائر لما كانت بسرعه يعني جلات العينه في من الصين من يوهان من مدينه يوهان اللي كانت هي مصدر الوباء واذا تتذكروا جبنا الطائره الجزائريه السلطات الجزائريه قررت ترحل رعاية من ليبيا ومن موريتانيا ومن تونس وجابوهم هنا حطوهم مثل إخوانهم الجزائريين في تحت الحجر الصحي ثم تم نقلهم إلى تونس داروا طائرة خاصة من مطار هواري بومدين إلى مطار الحبيب بورقيبة في, 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 في العاصمة تونس. ما رأيك العربي أو جاكون لو السلطات الجزائرية يعني فرضية يعني يعني تقوم بإجلاء المواطنين المغاربة الموجودين في الجزائر يعني تقدم لهم خدمة مدام الحكومة المغربية فرضت فيهم؟ ما رأيك لو دير الحكومة الجزائرية ويقومون بإجلاء رائحين إلى المغرب؟ نتمنى الحكومة الجزائرية تقوم بالدور هذا دور إنساني راقي جدا يعني.